من الضروري حماية البحر الكوري من كوريا الشمالية. علينا أن نظهر قوة إرادة صلبة. مهمتنا أن نستجيب بشكل سريع وساحق لأي هجوم نتعرض إليه من كوريا الشمالية. إذا تجرأوا على الهجوم سنقتلهم. إنها الحدود الأخيرة التي تفصلنا عن حرب باردة. إنها جبهة مواجهة مستمرة منذ العام 53، عام الانفصال بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. لكن في عام 2008 وصل التوتر إلى ذروته، إذ إن اعتلال صحة كيم جونغ إيل قد زعزع ديكتاتورية بيونغ يانغ. هناك حرب وراثة حادة في ظل أكثر الأنظمة سرية في العالم، صراع للتحكم بالجيش الكبير. نحن في صدد مواجهة كارثة بسبب الأعمال المتفق عليها ضد جمهوريتنا، ونحن على شفير الحرب. في بداية عام 2010 أدى هجوم التوربيد الذي شنته كوريا الشمالية إلى إغراق سفينة حربية جنوبية، ما أسفر عن مقتل 46 بحاراً. تم حشد مئات الآلاف من الرجال والآليات على اليابسة وفي البحر في انتظار إشارة من الطاغية الذي يسعى في بيونغ يانغ إلى تسليم السلطة لأحد أبنائه بالوراثة. أيامه الأخيرة في السلطة ستحدد الحرب أو السلم في آسيا. نحن في أواخر صيف عام 2010 في شمال الصين، أي في الأرض الكورية القديمة. هذا هو المكان الذي خطر له أن يذهب إليه كيم جونغ إيل في آخر رحلة له. فأخذه المسؤولون الصينيون في جولة لرؤية المعامل والمزارع، فكان الدكتاتور تعبا ويتنقل بصعوبة. لقد أصيب بنوبة مرضية في شهر أغسطس من عام 2008، لذا كانت صحته ضعيفة. ظل الجميع يتتبعون حالته كي يروا ما إذا كان هناك أي ردود فعل إثر النوبة، وبخاصة في جهة القلب، فهو يعاني مرض السكري بالإضافة إلى مشاكل صحية أخرى. لذا إن أجرينا بعض الإحصاءات نرى أنه لن يصمد لأكثر من 5 سنوات بعد. لذا الأمور غامضة فيما يتعلق بالاهتمامات والمخاوف النموذجية والعصبية لنوايا كوريا الشمالية. هناك غموض في مسألة الوراثة، إن كانت السلطة ستنتقل بشكل ناجح إلى ابنه الثالث كيم جونغ أون، أو سيكون هناك تحد لهذه الوراثة المخطط لها. الهدف الأسمى لهذه الرحلة هو الغوص في تاريخ والده الذي كان طالبا في إحدى مدارس مدينة جيلان. كان كيم إيل سونغ بمثابة إله في كوريا الشمالية وخالق البلد. تولى مقاليد السلطة في أواخر الحرب العالمية الثانية، وفرض لمدة 40 سنة نظاما فريدا من نوعه. إنه الدكتاتور الشيوعي الوحيد في العالم الذي سلم السلطة إلى ابنه الوحيد كيم جونغ إيل. ابن يعلم الآن أن أيامه باتت معدودة، وقد حان الوقت كي يسلم بدوره السلطة. يرافقه نجله الأصغر سناً كيم جونغ إيل في هذه الرحلة. إنه وجه مجهول في الأوساط الرسمية. إنه يعده للخلافة تماماً كما فعل والده قبله.
لا يمكننا أن نحلل شخصية كيم جونغ إيل وهو أكثر القادة تمايزاً من دون العودة إلى شخصية والده كيم إيل سونغ التي كانت مميزة في أمته. كان كيم إيل سونغ رجلاً ذا مكانة رفيعة يتمتع بسمات إلهية تقريباً. كان والد أمته هو محارب عصابات، خلق أيديولوجية كوريا الشمالية الاعتماد على الذات، وكل تلك الأشياء التي لم يتمتع بها كيم جونغ إيل. أما الآن فأرى أن حياته كلها منوطة بهذه الأمور، إذ عاش حياته كلها في ظل عظمة والده. لإنشاء حكم ملكي في كوريا الشمالية ابتدع كيم جونغ إيل أسطورة مهمة، أسطورة عائلة شبه إلهية تتجسد قوتها فيه. بدأت الكذبة عند الولادة. Kim Jong-il's leadership of Korea. Mount Baekdu, the mountain that shines with the history of the Korean Revolution, tells the great history of the leadership of Korea by Kim Jong-il, chairman of the National Defense Commission of the Democratic People's Republic of Korea and supreme commander of the Korean People's Army. بحسب هذا الفيلم الدعائي، فإن الزعيم العزيز قد ولد في 16 من فبراير عام 42 في جبل بايكدو، وهو جبل مقدس بالنسبة إلى الكوريين، وقد ظهرت عند ولادته نجمة وقوس قزح. لكنه ولد قبل سنة في مخيم كوري للاجئين في الاتحاد السوفيتي، حيث كان والده ضمن برنامج حماية وتدريب كي يصبح محارب عصابات. يحافظ كيم جونغ إيل على صلته بالجبل المقدس، فقد زرع الأرز هناك بحيث يتم فحص كل حبة للتأكد من أنها مثالية. هناك مياه ينابيع في جبل باكدو، لذا هذا أمر مهم جدا، لكن في الواقع القصة بكاملها مختلقة. كان كيم يبلغ من العمر 3 سنوات عام 45. سافر وأهله إلى بيونغ يانغ، حيث قطن في منزل كبير خصص لوالده الذي أصبح سريعاً صاحب نفوذ. بالقرب من المنزل كان هناك بركة مياه، حيث كان يلعب وشقيقه الأكبر سناً كيم شورا. الرواية نفسها من مصدرين مختلفين تقول إنهما كانا يسبحان وتعرضا لحادث لقي خلاله شقيقه الأصغر سناً حتفه، وتشير الرواية أيضاً إلى أنه ابتسم حين كان ممسكاً برأس شقيقه تحت الماء، ويفيد أحد المصدرين أنه غرق عندها. إن كان ذلك فعلاً ما حصل فسيشكل عبئاً نفسياً. كانت السنة التالية مأساوية أيضاً، فبعد أن تولى والده مقاليد الحكم في بيونغ يانغ توفيت والدته أثناء ولادتها طفلها. حينها كان كيم جونغ إيل في 7 من عمره. ما من وجود لوالدة فعلية في حياته، لذا لم يعتني به أحد. هكذا نشأ من دون أي انضباط أو توجيه. عندما بلغ السن المناسب كي يبدأ الدراسة، التحق كيم بمدرسة خاصة لأولاد النواب، ولاحقاً بجامعة بيونغ يانغ التي كانت تحمل اسم والده. هكذا بدأت الأسطورة. تحتفظ جامعة كيم إيل سونغ دينياً بمخلفاته الأثرية، في حين يجد والده شرعيته بدوره في العصابات. يجد كيم جونغ إيل هنا عقدته الخاصة، وقد تواجه وأساتذته الذين لم يتجرأوا على نقد ابن القائد، فأصبح عبقرياً عالمياً، عبقرياً سيتولى مقاليد السلطة بسرعة. شهاداته مميزة،
فهو عازف كمان وبيانو بارع. بالمناسبة، كونه لاعب غولف نجح في إدخال الكرة في 3 أو 4 حفر في كل جولة لعبها. الأمر جلي أنه قد يهزم بسهولة تايجر وودز. يتم تعظيم كل شيء متعلق به إلى حد هزلي. المنصب الأول والأهم الذي احتله كان وزير الدعاية في تلك الفترة، فكان المسؤول عن العلاقات العامة الخاصة بوالده، وهكذا لم يجد لوالده صورة شبيهة بالآلهة وحسب، بل كان كذلك المسؤول عن تنظيم حملة عن كونه ابن والده وعن محاولته نقل شخصية أبيه المميزة إلى ابنه. هل يؤمن بذلك؟ أظن أنه عندما أطلق العنان لتلك المشاعر عرف حتماً أنها أمور مبالغ فيها، لكن عند تردادها مراراً وتكراراً تصبح حقيقة، ليس بالنسبة إليه فقط بل إلى شعبه أيضاً. بلغ كيم جونغ إيل 20 من عمره، من الآن فصاعداً سيكون دائماً إلى جانب والده. إنه يتقن النظام الدعائي من خلال فرض رقابة كاملة. أول كلمتان نطقتهما في صغري كانتا أمي وأبي، لكنني تعلمت أيضاً أن أقول شكراً أيها القائد العزيز. مهما كنا نفعل خلال اليوم عندما نأكل، كان يجب أن نقول شكراً أيها القائد العزيز. كان في كل منزل وفي أهم الأماكن صور للقائدين كيم جونغ إيل وكيم إيل سونغ. هذه هي الذكرى الأولى لي كطفل. ذلك ينطبق أيضاً على الأماكن العامة، حيث صورهما في كل مكان. فضلاً عن الوسائل الدعائية، اكتشف كيم جونغ إيل ولعاً بالأفلام، فكان عمله الأول في مواقع التصوير في بيونغ يانغ هو الرقابة، وبدأ بعدها كتابة نصوص خاصة به، وكثيراً ما كان يكتب قصصاً عن فتيات كرسن أنفسهن للعمل في الأرض. كان بعدها يتواجد أثناء تصوير الفيلم لإدارة الفريق التقني والممثلين والممثلات. في أواخر السبعينيات كان يتمتع بولع لا حدود له بصناعة الفيلم الكوري الشمالي، لكنه لم يكن راضياً عن الفنانين الذين كان يديرهم، فقد كلف جندياً باختطاف إحدى أهم النجمات السينمائيات وزوجها المخرج. كان يحتجزهما في استوديوهات بيونغ يانغ. سألنا أنفسنا لماذا اختطفنا؟ في الواقع لأنه كان معجباً بعملنا، لكن ليس فقط بعملنا، فهو يمتلك أيضاً مجموعة كبيرة من الأفلام الأجنبية، عشرات الألوف منها. أعتقد أنه يملك على الأقل 15,000 فيلم. كوريا منعزلة كثيراً، لذا أظنه يحاول أن يفهم الحضارات الأخرى من خلال الأفلام التي يشاهدها. هناك كم هائل من الدعايات عملت الفنانة المختطفة باجتهاد. لقد أمر دبلوماسي كوريا الشمالية بجمع آلاف الأفلام كي يشاهدها في غرفته الخاصة. إنها نافذة كيم جونغ إيل الوحيدة المفتوحة على العالم. بت أعتقد، وليس لمجرد الاعتقاد، أنه يقتضي بأبطال الأفلام كي يصنع من نفسه القائد الذي يريد، مثل فيلم Shootout in the OK Corral
أو شين، لذا يرى نفسه يسير في الشارع بمواجهة العدو الشرير ويطلق النيران في كل اتجاه. فهناك طريقة بطولية يستعرضها على مسرح العالم. كنت جالسة إلى جانب شقيقي محمد وخطيبي حين وصل أبي وقال حرفيا كلمت محمد الغنوشي ورضا قريرة وقال لي الوضع سيء جدا. ملفات سرية تفتح للمرة الأولى، تفاصيل أيام حاسمة في تاريخ تونس. وقد تم اتفاق مع الترهولي بتسليم أفراد حياة طرابلس وبن علي للجيش. دراما وثائقية من إنتاج العربية. أجابه السيد محمد العنوشي وأنه من غير الممكن رجوعه إلى البلاد. الفرار من قرطاج، الجزء الأول، الليلة 11 على شاشة العربية. عندما سقط النظام بعد عام 2003 رأينا الصحفي العراقي ينطلق بسرعة وكأنه يقول أنا جائع للحرية. الكاميرات والباج مالك هذا يصور. يدخلون مكافحة الشغب والجيش العراقي يدخلون إلى نص التظاهرة يسحبون إعلامي. صار بعد ساعة قمت تشوف هذه الساحة فيها متظاهرين بس ما بيها إعلاميين. لو كل ما تواجدت بساحة التحرير وضربت سوف أعود في المرة الثانية وسوف أعيد الكرة. مهمة خاصة، الليلة 9:30 على شاشة العربية. بات كيم جونغ إيل من خلال الأفلام قادراً على التودد إلى أجمل نساء بلده، فقد تحول الوريث قصير القامة ذو العقد النفسية إلى زير نساء. عندما التقيته للمرة الأولى شعرت بالخوف وطبعا بالحزن، فأتى كيم جونغ إيل ورأى الحالة التي كنت فيها وتفوه بمسحة. أيتها الممثلة تشوي، ألا تعتقدين أنني أشبه القزم؟ فضحك الجميع وشعرت طبعا بالارتياح. هكذا كان أسلوبه. بالطبع هو قصير القامة لكنه يأخذ في الاعتبار حالة الشخص الواقف أمامه. كانت سونغ هي ريم عام 68 إحدى الممثلات اللواتي يعملن في استديوهات بيونغيانغ، حازت على شهادة في تصوير الأفلام. إنها ممثلة موهوبة وعصرية وهي تكبر كيم جونغ إيل بأربع سنوات، وسرعان ما أصبحت عشيقة الدكتاتور الأولى. بعد مرور 3 سنوات رزقا بابن بعد أن ارتبطا سراً، كان اسمه كيم جونغ نام، وهو طفل عليه أن ينشأ مخبئاً سر جذوره. التقى كيم جونغ إيل الممثلة سونغ هيريم وانتقلا للعيش معاً، لكنها كانت متزوجة ولديها طفلة صغيرة قبل أن تلتقيه، لذا لم يستطع أن يتزوج بها. أجبر كيم إيل سونغ كيم جونغ إيل على أن يتزوج بفتاة متحضرة من بيئة محترمة وهي كيم يونغ سوك. تم حفل الزواج من أجل المظاهر فحسب. ما من صور لهذه الزوجة الرسمية التي أنجبت له ابنتين. ما زالت تعيش في بيونغيانغ وغالباً ما تسافر إلى أوروبا. لم تنشر حياة كيم جونغ الخاصة. لم أسمع أبداً أن كيم جونغ إيل كان متزوجاً. كنت أتساءل وأنا في الجامعة لما قائدنا البالغ من العمر 50 عاماً لم يتزوج بعد، لما لم يرزق بالأولاد؟ أزعجني الأمر لكنني لم أستطع أن أسأل أحداً لأن الأمر خطير جداً، وقد يوصلني فضولي إلى الهلاك ويعرض عائلتي للخطر بأجيالها الثلاثة.
التقى كيم جونغ إيل عام 75 راقصة شابة من مجموعة الترفيه الخاصة بالمسؤولين، كان اسمها كو يانغ هي، وسرعان ما أصبحت رفيقته الرسمية، فكانت تظهر دائماً إلى جانبه وتحل مكان زوجته الغائبة. أنجبت للديكتاتور ابنين وذلك في الثمانينيات، إنهما الآن في صراعهما على السلطة. توفيت كو يانغ هي عام 2004 في باريس، حيث يتم تكريم العديد من شخصيات الحكم رفيعة المقام. يملك الزعيم عدداً من المساكن للاهتمام بتلك العائلات المختلفة. يقع مسكنه الرسمي في بيونغ يانغ، وهو على مقربة من ميدان كيم إيل سونغ. كما ويملك الكثير من المنازل على الشاطئ وفي الجبال القريبة من عاصمة كوريا الشمالية. استخدم طاهياً يابانياً لإعداد ولائم، ونظم حفلات استقبال مترفة تتم دعوة نواب الأحزاب إليها، فهو يحب هدر الأموال. يملك كيم جونغ إيل 4 شركات تضم شابات تم انتقاؤهن وتدريبهن لتسلية الديكتاتور خلال المساء. إنها مجموعة من أجل متعته الخاصة، كي تصبح فرداً من مجموعة الترفيه هذه عليك أن تجيد الغناء والرقص وعزف الموسيقى، والأهم من ذلك أن تجذب كيم جونغ إيل. قام القائد ذات ليلة بعد أن أنهى وجبة طعامه بطلب 4 شابات كي يرقصن إلى جانبنا، وقال فجأة: اخلعن أزياءكن. فخلعن ثيابهن وبقين في الملابس التحتية. قال انزعن ملابسكن التحتية. فأصبحن عاريات تماماً. عندما رأيت ما حصل شعرت بأن الأمور بدأت تسوء. بدأ بعدها انتقاء أهم المستخدمين النافذين لديه ليرقصوا معهن، أول شخص فالثاني، أما أنا فكنت الرابع. أشار إلي وقال أرقص. لم أعرف أين أنظر وكانت الفتيات عاريات تماماً، فرحت أنظر إلى السقف بينما أرقص. فعلت ما في وسعي لأتجنب النظر إليهن. لطالما كنت أرتبك عندما كنت أدعى إلى تلك الحفلات. لا أعلم في ماذا كنت أفكر. إنه قائدنا العظيم، شاركته الرقص وطعام العشاء، وكوني مقربة منه إلى هذا الحد جعلني أضل الاتجاه الصحيح. إنها حياة خلف يتبع خطى والده الذي جعله يتولى مقاليد السلطة تدريجياً. عام 94 كان كيم إيل سونغ قد بلغ من العمر 84 عاماً. حضر وابنه اجتماع قمة سرياً مع كوريا الجنوبية، لكن قبل أيام قليلة على هذا الحدث التاريخي سقط إثر أزمة قلبية. ظهر كيم جونغ إيل كخلف فعلي عام 70، لذا كانت هناك فترة تقدر بعشرين عاماً تقريباً تهيأ فيها كل من النخبة والجماعة لحملات دعائية كي يستلم كيم جونغ إيل الحكم، أي إظهاره ووالده وهو برفقته ويتلقى تعليمات منه. ولاحقاً في السنوات العشر الأخيرة من حياة كيم إيل سونغ أدى كيم جونغ إيل عمله بصورة فعالة،
كرئيس وزراء يدير البلاد. بعد مرور 3 أعوام على الحداد الوطني، أصبح كيم جونغ إيل قائد كوريا الشمالية الجديد. هو ليس رئيساً، إذ إن هذا اللقب حكر على والده. لا، بل هو القائد العزيز الذي يتبع خطوات والده. لكنه ليس بمهارته فيما يتعلق بقيادة قوات البلاد المسلحة. يضع رفاق كيم جونغ إيل في الجيش أوسمة رائعة على بذلهم، ويعتبرون نجل رفيقهم غير قادر على قيادة كل شيء بمفرده. يعتبر كيم جونغ إيل من أهم الشخصيات في كوريا الشمالية، ويتمتع بسلطة قيادية رائعة، لكنه لا يستطيع أن يتخذ قرارات تتعلق بمسائل الأمن الوطني والمفاوضات النووية من دون موافقة القادة الرئيسيين في لجنة الدفاع الوطني. لذا فهي علاقة معقدة، وما من شخص يعي كيف تسير الأمور. لكن في السنوات الأخيرة تزايدت الدلالات حيال ازدياد سلطة القادة، وكان هذا واضحا. بالنسبة إلى القائد، يعود سبب كل الصراعات الاقتصادية التي يواجهها البلد إلى وجود أعداء للحكم. هذا النزاع الخارجي هو مصدر كل المشاكل. إن كان الكوريون الشماليون يعانون الجوع، فذلك بسبب العالم بأسره، وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. أخفقت كوريا الشمالية أثناء ولاية والده كيم إيل سونغ، فشلت اقتصادياً، والأسوأ أنها وجدت نفسها خاسرة في الحرب الباردة. في نهاية الثمانينيات ومع سقوط جدار برلين، تقبلت بلدان أوروبا الشرقية نظام الرأسمالية، وكذلك فعلت الأنظمة الشيوعية في آسيا، تحديداً في الصين، ما عدا نظام كوريا الشمالية. شكلت الفيضانات التي حصلت على مدى سنتين ضربة قاضية على بلد يشارف على الانهيار. وفي نهاية التسعينيات شهدت كوريا الشمالية أسوأ حالات المجاعة في التاريخ. لقي حوالي 2 مليون شخص حتفهم، ولم تحدث أي اضطرابات ضد النظام ولا أي ثورة مهمة، فبقي النظام على حاله. لكن رأينا أيضاً أن نتيجة سوء التغذية هذه هو وجود جيل كامل أصغر حجماً من الأسلاف مقارنة بين سكان الكوريتين، ليبرز سكان كوريا الشمالية أقصر قامة ببضعة سنتيمترات، بالإضافة إلى جيل يعاني جسدياً وعقلياً. لكن هذه المجاعة الكبيرة تزيد من قوة كيم جونغ إيل، بحيث يشعر السكان بالرعب. عندما تقبل كوريا الشمالية برنامج الأمم المتحدة للمساعدة الغذائية، يعطي الترويج الإعلامي أهمية للقائد العزيز الذي بات الجميع يدين له بحياتهم. يعزز كيم جونغ إيل أمنه وقيادته لشعبه الجائع. قام بطلب حفر أنفاق تحت العاصمة لحماية تحركاته، وذهب إلى موسكو وبكين لطلب مساعدة حلفائه القدامى. يخاف كثيرا على نفسه، لذلك لا يسافر إلا بقطار مدرع. يصف راكبو القطار المآدب الفاخرة والعروض التي كانت تقدمها مجموعة الترفيه لكيم جونغ إيل، لكن يشعر الدكتاتور بأنه يعيش بمعزل عن هذا العالم الذي تتخلله التغيرات والذي أصبح خطيراً. كنا نشاهد آخر لحظات تشاوتشيسكو على التلفاز عبر الأقمار الاصطناعية. كنا في منزله على الشاطئ، وكان برفقته
20 أو 25 قائدا، وها هو وجه القائد يشحب. كان متجهم الوجه، وفي نهاية العرض راح القادة ينظرون إلى بعضهم البعض. كان هادئا، ثم قال: علينا فعلا أن نفكر في مستقبل بلدنا. كان شاحب اللون كثيرا، فقد تخيل القائد نفسه مكان تشاوتشيسكو. ولاحقا رأى تمثال صدام حسين الذي أطيح به أرضا. كنت معه في ذلك اليوم. أتعلم ماذا قال؟ صدام حسين أحمق، هذا كل شيء. كي يتجنب المصير نفسه، يحاول كيم جونغ إيل أن يزيل التهديدات، ويعتبر واشنطن الأولى على اللائحة، ويعلمنا أنه جاهز للتفاوض مع أمريكا، ويتخيل إبرام معاهدة سلام قد تنهي بشكل قاطع الحرب الكورية. إن ما يجري في سوريا هو جزء مما هو مخطط له في المنطقة منذ عشرات السنين. بين الهجوم على الجامعة العربية وعدم إغلاق أبواب الحل العربي، ماذا يريد بشار الأسد في خطابه الرابع منذ اندلاع الثورة؟ استوديو بيروت، الليلة 10:30 على شاشة العربية. منذ عام 53 يتمركز أكثر من 30,000 جندي أمريكي على حدود كوريا الشمالية. كي يخضع بيل كلينتون وافق على لقاء رئيس كوريا الجنوبية كيم دي جونغ. إنه اجتماع قمة تاريخي بين الكوريتين في يونيو 2000، برزت آمال في الوحدة. في حين يحتفل العالم بتجديد العلاقات بين الكوريتين، كان كيم جونغ إيل يسعى إلى هدف يختلف عن التوحيد الافتراضي. كان هدفه الأساسي أن يرضي بيل كلينتون. تلقى في أحد الأيام رسالة من كلينتون. كان يرتعب من الولايات المتحدة، فغمرته السعادة عند تلقيه الرسالة، فاحتفل طوال 3 أيام. حملت له مادلين أولبرايت الرسالة عندما زارت بيونغ يانغ. كان سعيدا جدا، فظل يكرر: تلقيت رسالة من كلينتون. ظنا أنه سيتمكن بذلك من الحفاظ على النظام إذا تفاوض والولايات المتحدة. كان هذا هدفه الأسمى والوحيد. لم يشأ أن تتبدل الأمور. كي يحتفل بهذه التسوية الناشئة، دعا كيم جونغ إيل وزير الخارجية إلى أحد العروض الافتتاحية لأري رونغ، وهو عرض لا مثيل له في العالم على مدرج بيونغ يانغ الكبير. بات الحدث يقام كل سنة، يحتفل خلاله مئات الألوف بالنظام وبالعائلة المالكة. بعد مرور شهر تم انتخاب جورج بوش رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، فألغيت الزيارة إلى بيونغ يانغ. أعلن الرئيس الجديد أن العراق وإيران وكوريا الشمالية تشكل محور الشر، وعلى حكومته أن تدمرها. أصبح جورج بوش نجم الترويج الإعلامي الكوري الشمالي.
كانت زيارتي الأولى إلى كوريا الشمالية عام 2002. في تلك الأثناء كان كيم كي جوان المفاوض الأساسي في الشؤون النووية، وسألني ثلاثة أسئلة. الأول: لماذا يختلف جورج بوش عن والده؟ والثاني: كيف تتأثر الأمور في البلد عندما تنتخبون رئيسا وهو لا يمت بصلة إلى أسلافه؟ وبعدها سألني: لماذا لا تتفهمون وضعنا أكثر؟ كلها أسئلة جيدة. حصل الكثير من التغيرات المفاجئة في سياستنا، وهم يتفاعلون مع ذلك الأمر. إننا لا نتحمل أبداً اللوم على عدم استمراريتنا، ما أدى في رأيي إلى هذه العملية. في حين أعلنت الولايات المتحدة الحرب على العراق، عزز كيم جونغ إيل قوته العسكرية. يخدم الشباب الكوري في صفوف الجيش منذ أكثر من 10 سنوات. لديهم جيش يتألف من 1,000,000 جندي مزودين بعدد كبير من الأسلحة التي تفتقر إلى الجودة. إنها قديمة وقد تنهار في أي لحظة. أحدث الدبابات لديهم تعود إلى عام 950 أو 960، وهي من نوع T-62. لن تصمد بمواجهة دبابات كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة، حتى إن الدبابة حديثة الطراز التي تحمل اسم T-72 والتي تملكها دولة العراق لا تضاهي الدبابات الحديثة التي تملكها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، فهم يملكون العديد منها. يملكون 13,000 مدفعاً تضرب سيول دفعة واحدة من بعيد، كما ويملكون أكثر من 100,000 عنصر من القوات الخاصة وجيشا مهاجما منتشرا. ينتشر حوالي 70% من هذا الجيش بالقرب من المنطقة المجردة من السلاح على بعد 112 كيلومترا، لذا يمكنهم أن يسقطوا مئات الألوف من القتلى ويخلفوا أضرارا جسيمة في كوريا الجنوبية. إذا نظرنا إلى مؤشر الناتج المحلي الإجمالي الكوري وحجم الاقتصادي والأرضي وكل تلك الأمور، سنرى أن أقرب بلد يتساوى وكوريا الشمالية هو الموزمبيق. ومن يهتم للموزمبيق؟ أناقش شؤون الموزمبيق وأنا في مكتبي؟ على الأرجح لا. لذا يعي معظم الكوريين أن عليهم أن يبدو خطيرين كي يستطيعوا امتلاك السلطة من أجل الحصول على مساعدة من العالم الخارجي. عليهم أن يبدوا خطيرين، ولكي يبدو كذلك ولكي يؤخذوا على محمل الجد، لا يمكنهم فعل شيء أفضل من صنع أسلحة نووية. بدأت كوريا الشمالية التفكير في الأسلحة النووية منذ بداية الخمسينيات، أما اليوم فقد أصبحت من أولوياتها. في 9 من شهر أكتوبر عام 2006 واجهت المذيعة في التلفزيون الحكومي صعوبة في كبح مشاعرها. نعرف أن هناك مجمع للأسلحة النووية، ونشعر بأن بعض المسؤولين متورطين في هذا الأمر، لكن الإجابة الأصح هي أن كيم جونغ إيل هو المسؤول عن برنامج الأسلحة النووية. مثال على ذلك عندما التقاه وفد أمريكي تابع لحكومة كلينتون وكان مهتماً بالحصول على بعض المعلومات حول برامجهم الخاصة بالقنابل النووية، زودوه بعدد من الأسئلة التي أراد أن يجيب عنها، فأخذ الورقة وقرأ بعضاً منها وراح يجيب بنفسه معطياً تفاصيل دقيقة وتقنية. لا شك أبداً في أنه المسؤول الفعلي عن البرنامج النووي. ما يريدونه في شكل أساسي هو مصالحة تامة معنا كي يتأكدوا أننا لن ندمرهم مجدداً كما فعلنا في الحرب الكورية. كما يتذكرون أن القائد دوغلاس مارك آرثر أراد أن يضرب شبه الجزيرة الكورية بالأسلحة النووية، وقالوا لي خلال رحلاتي الخمس التي قمت بها: لاحظنا أنك لا تهاجم أبداً أحداً يملك أسلحة نووية، لذلك صنعناها.
قد يملكون 8 أنواع من الأسلحة النووية أو أكثر. تدعي كوريا الشمالية أنها أعدت كل أجهزة البلاتينيوم. إنها تعمل على صنع صواريخ باليستية عابرة للقارات ضد الولايات المتحدة. أرسلوها على بعد 4000 كيلومتر تقريبا في اتجاه الهدف حتى الآن. تفيد تقديرات وكالة الاستخبارات الأمريكية غير المصنفة أنه خلال 10 سنوات قد يهددون القارة الأمريكية كلها بحرب نووية. إنهم يملكون 600 صاروخ قد تستهدف كوريا الجنوبية بكاملها، و300 أخرى قد تستهدف اليابان. لذا قدرتهم تتراجع ببعض الأمور لكنها تتقدم بأخرى. في أواخر صيف 2008 في شوارع بيونغ يانغ تستمر حياة السكان في انتظام من دون أي شائبة. يحفظ السر بشكل جيد. اختفى كيم جونغ إيل، أما النظام فيخفي الحقائق. لكن سيول وبكين تشعران بالقلق، إذ لا أحد يعلم من يحكم كوريا الشمالية. لتفادي حصول انقلاب عسكري، منع كيم جونغ إيل الاتصال المباشر بين الفرق العسكرية المختلفة. على الجميع أن يذكر كيم جونغ إيل كشخص يتمتع بنظرية عالمية. مع هذا النظام وموت كيم جونغ إيل المفاجئ، لن يكون هناك أي تنظيم بين القوات العسكرية المختلفة. قد يؤدي ذلك إلى سوء تفاهم خطير في صفوف الجيش، فتخيلوا وجود قائد طموح أكثر من غيره، ما قد يؤدي إلى نزاع، بالإضافة إلى امتلاكهم أسلحة الدمار الشامل. قد يؤدي انهيار النظام إلى استخدام السلاح خارج البلاد ضمن شبكة إرهابية، وإلى هجرة عدد كبير من اللاجئين. قد يذهبون إلى الصين عبر الحدود أو إلى كوريا الجنوبية عبر البحر الغربي أو الشرقي. هل يمكنكم أن تتخيلوا 10 ملايين اللاجئين ينتقلون إلى سيول؟ سيشكل ذلك أزمة اقتصادية في كوريا الجنوبية. تم استدعاء أطباء فرنسيين إلى بيونغ يانغ، فعقب عودتهم قاموا بوصف علاجهم لمريض مجهول الهوية كان قد تعرض لجلطة دماغية، سيعيش لكن في الظل. في تلك الأثناء تولى أخو كيم جونغ إيل غير الشقيق كل المسؤوليات، فهي طريقة تحافظ فيها العائلة على سلطتها بملء الفراغ في الحكومة، ذلك الفراغ الذي دام طوال 10 أشهر. في ربيع 2009 عاد كيم جونغ إيل قبل أن تتولى الحكم جمعية وطنية هستيرية. كان نحيلاً وشاحب اللون وأحياناً شارد الذهن، لكنه ما زال على قيد الحياة. لكن لم يكن واضحاً ما إن كانت النخبة كلها معاً، وما إن يموت كيم جونغ إيل حتى تظهر الانقسامات بينهم، ما قد يؤدي لاحقاً إلى نشوب نزاعات عنيفة بينهم. يعلم كيم جونغ إيل أن عليه أن يقرر بسرعة من سيخلفه. لديه 3 أبناء وسيتحتم عليه اختيار الأقرب له. كيم جونغ نام، نجله الأول الذي كان ثمرة علاقة عاطفية مع ممثلة، غير موجود إلى جانبه، وهو يقوم بزيارات إلى طوكيو ديزني لاند ويقضي ليالي طويلة في كازينوهات ماكاو. أما ابناه الآخران فأنجبهما من كويانغ هي التي كانت شريكته لمدة 22 عاماً، وهما جونغ شول وجونغ آن، اللذان ولدا في بداية 80s وهما اليوم في 20s من العمر. أرسلهما الدكتاتور إلى مدرسة في بيرن في سويسرا. هما يجيدان اللغتين الألمانية والإنجليزية والقليل من الفرنسية. إنهما من المعجبين بالموسيقى الشعبية،
كلاهما يحب كرة السلة وبخاصة الـ NBA. عندما كانا مراهقين بدأ الشقيقان لعب مباريات أكثر أهمية. كان لكل منهما فريق يتألف من العاملين لدى كيم جونغ إيل. كانا يلعبان مباريات صغيرة، وفي نهاية كل مباراة كان جونغ شول يجمع كل زملائه ويشكرهم فردا فردا. أما جونغ أون الذي كان متأثرا بدقة كيم جونغ إيل وزوجته والقادة الآخرين، فكان يعقد اجتماعا فعليا مع اللاعبين ويقول: إن تمريرتك المبكرة هيأت المنافسة، ما كان يجب أن تمرر الكرة إلى هذا بل إلى ذاك. كان يتكلم مع اللاعبين بتلك الطريقة على الرغم من كونهم جميعا أكبر منه سنا. قال لنا كيم جونغ إيل: جونغ شول ليس جيدا بما فيه الكفاية، إنه لطيف جدا، لكن جونغ أون مثل أنا وأجهل السبب. بقوله ذلك كان يعلم القادة بتفضيله نجله الأصغر سنا. لطالما كرر وأعاد أنه يتخيل جونغ أون خلفا له. لقد قام الدكتاتور بالاختيار، إنه كيم الذي سيحمل بدوره اسم جونغ أون، فيستعيد الترويج الإعلامي مساره الصحيح تدريجيا. تم الإعلان عن حاكم جديد في كوريا الشمالية، ما من صور للوريث، لكنه هناك إلى جانب والده، وقد بدأ جمع الألقاب الرسمية. لدينا بعض الدلائل على أن العديد من الكوريين الشماليين لم يسمعوا أبداً بكيم جونغ أون حتى بدأ النظام التعريف عنه منذ أشهر غير بعيدة، لذا سيمثلهم هذا القائد الجديد، وستكون ردود فعلهم كالتالي: حسناً، أنتم تقولون إنه الإبن، لكن من هو هذا الرجل؟ إنه شاب يافع بالنسبة إلى مجتمع كونفوشيوسي، لذا هناك مجموعة عناصر ستشكل ضغطاً لم يسبق له مثيل على قدرة النظام على إكمال تبرير نفسه. إن التحدي الأخير الذي يواجه كيم جونغ إيل هو إعطاء بعض من شرعيته إلى نجله. في 10 أكتوبر 2010 خطى للمرة الأولى برفقة نجله الذي وقف إلى جانبه على منصة المسؤولين خلال أهم عرض عسكري في تاريخ البلاد. مشى 100,000 شخص كي يحتفلوا رسمياً بالذكرى 65 لحزب العمال، لكن الهدف الحقيقي هو الاحتفال ببروز قائد جديد والنجاح بإبراز صورة رسمية أولى لكيم جونغ أون. خلال هذه الفترة الانتقالية، فترة الخلافة، أظن أن الأمر منطقي جداً كون كوريا الشمالية ستختبر فترة سيقومون خلالها بتكرار الأزمة السابقة، وذلك بهدف ضبط الشعب لتذكيرهم بأنهم دولة تحت حصار، فذلك لمصلحة النظام أن يخلقوا جواً يسأل فيه كبار المسؤولين المعنيين عن ولائهم. انتشرت الدبابات وأنواع مختلفة من الصواريخ التي قد تطال أبعد نقطة في مدينة سيول وتتسبب بقتل مئات الألوف، وذلك في الساعات الأولى من الحرب. بإمكانهم فعل ذلك. نحن في صدد اختبار أعظم فترة من عدم استقرار ممكن في كوريا الشمالية لم تشهده منذ 1953، ما سيؤدي إلى حالة تستخدم فيها القدرات العسكرية أكثر من ذي قبل، ليس فقط خارج كوريا الشمالية ولكن في داخلها أيضاً. إنه وقف إطلاق نار مسلح للوقت الحاضر فقط.
اندلعت الحرب الباردة الأخيرة على جبهتي الحدود، فهناك مراقبة متبادلة. منذ عام 53 فصلت مئات الأسلاك التي لا يمكن اختراقها كوريا الشمالية عن كوريا الجنوبية. هناك اتزان مهم يتوقف على رجل واحد وهو كيم جونغ إيل، الذي يريد أن يفرض جيلا ثالثا من ديكتاتوريته الوراثية الفريدة من نوعها. الناس الموجودون على الحدود الفاصلة جاهزون كي يستظهروا يوميا الأسلاك الشائكة تماما كجدار برلين، أو كي يتهيأوا للحرب مجددا إن لزم الأمر.